هذا ائتلاف ديال العديد من القوى ما يزيد على 26 هيئه نازله اليوم باش تعبر على الرفض ديالها ما يسمى بقانون الاطار اللي كيتناقش في البرلمان الان في الغرفه الاولى. وهذا قانون الاطار الخطوره ديالو بالنسبه لنا، وكنطالبوا بسحبه وكنطالبوا باسقاطه. هذا القانون الاطار الخطوره ديالو هو انه غيضرب المجانيه ديال التعليم، فيه غادي تسن فرض رسوم على ابناء المغاربه يؤديوها في التعليم العالي في المرحله الاولى، ثم في التعليم الثانوي التاهيلي في المرحله الثانيه. هذا الاداء للحقيقه نقدر نقولوا بانه المغاربه راه كيأديو اصلا كاين واحد الدراسه كتقول 36% ديال الكلفه ديال التعليم ديال الابناء ديال المغاربه كيأديوها الاسر، ولكن اليوم غيتزاد. غادي كيتكلموا على الاداء ديال الرسوم للاسر الميسوره، والاسر الميسوره لا وجود لها في التعليم العمومي. الاسر الميسوره كاينه في التعليم الخصوصي، وكاينه كذلك في البعثات، وكاينه خارج المغرب. اذا اللي في التعليم العمومي ومطلوب منهم غادي يوليو يؤديو هما اسر اللي ما افتقتاش باش تؤديو، هما اسر فقيره او متوسطه. المطالب ديالهم مشروعه وواضحه وكتهم 70,000 استاذ مفروضه عليه التعاقد. وهاد المحاولات ديال الاحتواء وديال الدخان ديال انه حكار هذا التوظيف جهوي، دي هضره خاويه لانهم كيخضعوا انطلاقا في هذا القانون الاساسي لمدونه الشغل ماشي قانون الوظيفه العموميه. وهذا الشيء كيجي في اطار تطبيق السياسات النيوليبراليه الهدف ديالها رفع يد الدوله على القطاعات والمرافق العامه وسياده الخصوصه والقطاع الخاص، وتسليع العمل وتسليع التعليم وتسليع الصحه. وهذه المساله مرفوضه. نقترح ونقول حل الوقت لحوار وطني حقيقي مع كل القوى الحيه في البلاد، وكل القوى سياسيه نقابيه جمعويه، من اجل يكون عندنا تصور واحد حول المساله ديال التعليم. قضيه ديال التعليم من القضايا اللي خص يكون حولها تصور جامع لكل المغاربه، واللي كنطلق من العناصر الاساسيه نتاعو. اولا الجوده ضروري، لان الاصلاح ديال التعليم عنده ثمن، الاصلاح الثاني عنده ثمن، وخص يكون هناك اراده ديال الجميع بيأدي الثمن ديال، خصوصا الدوله خصها تكون واعيه بان خص كذلك هناك هذه المساله ديال التضامن مع اخواننا الشباب ابنائنا واخواننا اللي فرض عليهم التعاقد. نعتبر على ان هذه من هي سياسه جي اولا من تصور عام ديال السياسات العموميه بصفه عامه، واللي كتستقي اسسها من واحد النهج نيوليبرالي متوحش وصل لبلادنا بشكل قوي جدا. فهاد الحكومه هذه تعمق هاد النهج هذا، واللي كتجعل تسيد الهشاشه في مجال الشغل، واللي في واحد اللحظه كان اصبحت هاد السيد في القطاع الخاص، اليوم يراد به يمشي للوظيفه العموميه وكل القطاعات العموميه. وهذا بطبيعه الحال كيمثل خطره كبيره على العمل وعلى حنا كنقولوا كل الموظفين ديال التعليم. يمكنش موظف جوج رجال التعليم داخلين نفس القياس من نفس المدرسه، واحد عنده عقده واحد عنده موظف الى اخره. هناك ما خصو يكون التمييز. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.